هل سنشاهد إمارة إسلامية بقيادة طالبان كما كان عليه الأمر في تسعينيات القرن الماضي، أم أن طالبان استفادت من الدرس السابق وستعمل على لنقل ابتكار نموذج للحكم جديد ربما ينبني على تحالفات أو حتى انتخابات إن صح القول؟ في رأيي الوضع سيكون غير الذي كان في 96. لماذا؟ لأن طبعا السبب الذي استفاد منهم أنهم كانوا وجدوا ردة فعل عنيفة من الأطراف جميعا ومن الدول المجاورة ومن نفس الشعب الأفغاني. فأعتقد لذلك لأن هؤلاء الذين جاءوا الطالبان هم ليسوا طالبان التسعينيات ولم يعملوا كما فعلوا في الماضي القتل والشتم والإغلاق التلفزيونات والإنترنت وشبكات التواصل الأخرى. فلا أعتقد أنها سيكون بنفس التطرف والشدة التي كانت في التسعينيات، حيث أنهم تغيروا مع الأوضاع مع الزمن ولا يمارسون نفس الأشياء التي كانوا يمارسونها في التسعينيات. فيكون والإمارة شكل جديدا، لكن ستكون إمارة إسلامية بحتة، لا تكون على الديمقراطية الحديثة ولا تكون على الموديل الجديد الذي يرسمه الغرب. طبعا لماذا؟ لأنهم لو كانوا مقتنعون بحكم الغرب أو بحكم العصر الجديد والديمقراطية الذي يؤمن بها الغرب لما حاربوا الديمقراطية التي كانت موجودة في أفغانستان. أيضا لسبب أنهم واجهوا ردة فعل عنيفة وواجهوا تحديات، فأخذوا درسا قويا أنه لا نستطيع الحكم والاستمرار في الحكم إذا نحن واجهنا تحديات من جميع الأطراف وعملنا بالتطرف والإرهاب والشدة. هل نتحدث إذن عن صورة جديدة لحركة طالبان، صورة ربما بدأت معالمها حينما تحدث الطالبان عن عدم منعها للمرأة من الاشتغال، شريطة ارتدائها الحجاب، كذلك اليوم كان هناك عفو عام عن جميع موظفي الدولة في أفغانستان، وحديثهم أيضا عن عدم منعهم للفتيات من التمدرس. هل هذه صورة جديدة ربما أم مجرد ترويج لطالبان جديدة لكن في لبوس قديم أو العكس؟ لا، ليس حكم جديد في زي قديم، لكن سيكون متغيرا، لأنهم حتى بالأيام التي منذ يومين لم يصروا على الحجاب الذي كان في الماضي، حيث أنهم كانوا متساهلين، أي أنهم لم يجبروا المرأة أن تلبس الحجاب الشرعي الذي كانت ترتديه الأفغانية في التسعينيات، فقط أقتنعوا بغطاء الرأس ويكفي، ولكن لم يصروا على العباءة وتغطية الوجه، ولكن طلبوا فقط الحجاب العادي الذي الذي مستمر في الدول العربية الأخرى. فهذا يظهر انطباع أنه سيكون طالبان مختلفون عن طالبان التسعينيات، وحيث أنهم كما أعطي تصريحات أنهم سيعطون مجال للمرأة في العمل في والتدخل في جميع شؤون الحياة، لأنهم يعرفون أن الوضع الذي جاءوا فيه هو متغير، حيث أنه عندما جاءوا في الماضي كانت المرأة ليست متعلمة وليست مثقفة ولم يكن لديها نفس الوعي الذي هو الوقت الحالي، حيث أن المرأة الأفغانية تقدمت مع العصر وأخذت العلوم والدراسات وطبعا تطورت. فلا أعتقد أنهم يريدون أن يدفعوا لهم حلفا مخالفا آخر وهو المرأة، حيث أن المرأة هي تمثل نسبة كبيرة من الشعب الأفغاني. لذلك لا أعتقد أنه فقط ترويجا أو فقط إعلاما، بل سيكون بالفعل ممارسة فعلية لإدخال المرأة والعنصر النسائي في جميع شؤون الحياة. وطبعا هذا هو الذي يظهر من اليومين الأخيرين الذي ما نراه في التلفزيون وما نراه من البيانات التي يصدرونها. لكن سيدة فرح، لماذا شاهدنا في اليومين الماضيين عملية نزوح وهروب كبير لكثير من الأفغانيين؟ طبعا نتحدث هنا عن من اشتغلوا مع الجانب الأمريكي والغرب بشكل عام، وهم بالضرورة سيخافون على مصيرهم، لكن كذلك نتحدث عن كثير من الأفغانيين ممن فروا بعد وصول طالبان إلى الحكم. كيف نفسر هذا الفرار العام؟ بسبب الناس الذين كانوا يتعاملون مع الغرب لديهم مخاوف، لأن الطالبان لا يكونون نفس طالبان التسعينات، ولذلك هم رغبوا والهروب والشرود من الوطن. وهذا طبعا ممكن، وممكن هناك تفسير آخر،
حيث أن البطالة والفقر كثير في البلاد، فرأوا فرصة أنهم يفروا بجلدهم، وهي فرصة يمكن الغرب يأواهم ويعطيهم اللجوء السياسي. لكن الأغلبية أنهم هم فروا بسبب أنهم كانوا مع الحزب الحاكم الذي كان يحكم البلاد، وطبعا يخافون أن يمكن الطالبان لا يكونوا يتغيروا، ولم يعني تصرفاتهم ليست حديثة. فهناك هذه هو التفكيران يعني الذين في رأيي أنهم بسببها حاولوا الهروب وأخذوا جميع الطرق لكي يفروا بجلدهم. وطبعا هذا الفرار والنزوح من أفغانستان سيكون له آثار سلبية كثيرة على البلدان المجاورة، وخاصة نحن الباكستانيين، لأننا نحن الدولة التي تبلغ حدودها 2800 كيلو متر متلاحمة مع أفغانستان. فطبعا وخاصة المنطقة الجبلية والسياج الذي موجود لا يكون كافيا لمنع هؤلاء للدخول، لأنهم يتسللون ليلا ومن بين الأشجار، ومهما كانت الشرطة والعسكر وكل شيء موجود ولكن لا يستطيعوا السيطرة عليهم. بالحديث عن اللجوء إلى الدول المجاورة، هل تتوقعون أن تشكل أزمة أفغانستان الآن أزمة لجوء بالنسبة لكل من باكستان وإيران والدول المجاورة، خاصة وأن هناك حديث عن أن الأوروبيين الآن هاجسهم الأكبر هو ضمان عدم تكرار السيناريو السوري، خاصة من خلال الوصول هؤلاء الفارين إلى تركيا وبالضرورة إلى الحدود الأوروبية؟ أكثر الدول الجوار التي ستتضرر أعتقد هي باكستان وقليلا جدا الهند، ولكن غيرها لا أعتقد هناك سيكون فيها لجوء من النازحين الذين سيأتون يخرجون من أفغانستان. فقط باكستان هي التي تكون أكثر تضررا، وقليل منهم سيذهبوا إلى أوروبا أو تركيا أو الدول الأخرى. طيب سيدتي الكريمة، طالبان عملت خلال الأيام الماضية القليلة على فتح منافذ سياسية مع كل من الصين ولاحقا مع روسيا، ثم اليوم مع تركيا، وربما في الأيام القليلة المقبلة مع دول أخرى. هل طالبان تسعى إلى أن تستغل نفوذ هذه الدول كي تضمن مزيدا من الاعتراف الدولي، خاصة أنه الجانب البريطاني أو رئيس الوزراء البريطاني وجه دعوة صريحة بعدم الاعتراف بطالبان بسبب الصين وروسيا؟ روسيا هي تريد أن تعترف بها، لأنها هي الآن طبعا أخرجت الشوكة التي كانت موجودة في آسيا، وهي أمريكا وقوات الناتو وحلف الشمال الأطلسي وغيرها من القوات الأجنبية التي كانت موجودة، وكانت ممكننا في وقت ما ممكن أن تشكل خطرا على أفغانستان. فلذلك روسيا أول من انبسطت من الوضع وحاولت أن تستفيد منه، فلذلك لم تسحب حتى دبلوماسيها ولم يتم إغلاق سفارتها، وكانت الممارسة بينها وبين القوات الأفغانية ضد الطالبان مستمرة. وبالنسبة للصين، فإن الصين هي لأنها هي المستفيدة من الوضع بسبب أنها هي تريد أن تعيد خط الحديد الذي كان في الماضي إلى الخط الحديد الجديد أو بممر الاقتصادي الصيني، حيث أنها هي تريد أن هذا الخط الحديد الجديد يمر من أفغانستان ومن مارة من أفغانستان وباكستان إلى البحر أو من إلى أوروبا. فلذلك هي طبعا من الناحية الاقتصادية ستتضرر إذا قطعت علاقاتها مع الأفغان أو مع طالبان. ذلك هي فكرت بأنها تعطي لها انطباع كأنها سيتم الاعتراف بهم كحكومة أو أنهم جاءوا إلى الحكم ودولة. وتركيا طبعا لأنه هي تركيا تؤالف الحكم الإسلامي والإمارة الإسلامية، وهي تشجع هذه الناحية، فلذلك هي لها ميول، لأن طبعا رغباتها وحكم وأفكار طالبان متأيدة ومماثلة لتفكير الحكم الذي في تركيا الوقت الحالي. فلذلك يمكن أنهم يكون بينهم تحالف، يمكن قريبا أن تظهر اعترافها طبعا طالبان. الأستاذة لبنى فرح المحللة السياسية، كنت معنا من إسلام أباد، شكرا لكم سيدتي على كل هذه التوضيحات. العفو.